السلام عليكم. نواف معاه ايفون 13 برو، اقول له ترى برقبت الكاميرا هذه. انا كانون بس اليوم من شفت السوني هذه ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم، حياكم الله متابعين قناة نواف في فيديو جديد. في فيديو اليوم عندنا مراجعة ريفيو كذا سريع خفيف ظريف بإذن الله ما نطول فيه، ونعطي حقه صراحة للكاميرا الجميلة اللي أنا أسرت في غرامها. الكاميرا اللي أنا أصنفها أفضل كاميرا إلى اليوم إلى تاريخ هذا الفيديو، الكاميرا الأفضل والأجمل والأكمل لصناع المحتوى واليوتيوبر والفلوجر وهواة السفر، كل هذه في كاميرا واحدة راح تفيدكم. أصغر كاميرا مدمجة وأنا أشوفها الأفضل حتى يومنا هذا في فئتها. الكاميرا اللي نتكلم عنها اليوم هي كاميرا من شركة سوني، وهي كاميرا السوني ZV-1، الكاميرا الجميلة الرائقة الصغيرة هذه اللي زي ما قلت لكم بحجم كف اليد، حتى شايفين يعني حتى الكف عندي أكبر من الكاميرا. الكاميرا هذه رائقة جميلة، راح نستعرضها اليوم نشوف المميزات والسلبيات، وبلاش نطول كلام وحكي، خلونا نبدأ في الفيديو. أنا نواف، نقول بسم الله نبدأ فيديو اليوم. حياكم الله، هذه الكاميرا صممتها سوني خصيصا لصناع المحتوى والفلوجر وهواة التصوير في السفر، الكاميرا الصغيرة اللي حرفيا نقدر نحطها في الجيب ونتنقل فيها. طبعا الكاميرا هذه معها عدسة مدمجة راح نتكلم عنها بعد شوي. إمكانياتها كبيرة، لو جينا نتكلم مثلا على تصوير الفيديو نصور 4K إلى 30 فريم، وتصور Full HD إلى 120 فريم، يعني يقدر تسوي سلو موشن خرافي. وكذلك الميزة الجبارة اللي موجودة في هذه الكاميرا إنه نقدر نصور بجودة الـ HD إلى 960 فريم، رقم مهول جدا. طبعا نصور بهذه الخاصية تقريبا 4 ثواني، ولكن أنا أشوفها شيء جبار إنه نقدر نصور 960 فريم مشهد بهذه الكاميرا الصغيرة. شكرا. الكاميرا تصور فوتو وفيديو، الفوتو فيها تقريبا 20 ميجا بكسل. طبعا الشاشة اللي موجودة هنا شاشة الـ LCD، الشاشة اللي تتقلب ب 360 درجة ولكن بشكل جانبي ما هو للأعلى، بالتالي ما راح تكون عندي مشكلة لما أركب مايك أو أركب أي شيء هنا، تتقلب معايا مثلا بهذا الشكل وأقدر أني أصور كفلوجر أو أصور نفسي سيلفي، فحاجة جدا جميلة. ولكن الشاشة ما تدعم اللمس، الشاشة نبى نتحكم في المنيو، نبى نتحكم في الإعدادات، نبى نغير في الإعدادات عن طريق اللمس، لا ما نقدر. ولكن نقدر فقط أنه نحدد نقاط الفوكس أو تحديد الفوكس في خلال التصوير من خلال الشاشة. طبعا العدسة المدمجة هنا هي عدسة من شركة زايس بمقاس مقارب إلى مقاس الـ 24-70 في كاميرات الفول فريم، أشوف أنه جيد. تمنيت صراحة أنه تكون العدسة أوسع ولكن تفي بالغرض. الكواليتي معروفة زايس في عدساتها، هي متخصصة هذه الشركة في العدسات، فمن ناحية جودة العدسة ما عليها كلام. طبعا فتحة العدسة هنا تبدأ من 1.8 إلى 2.8، وكالعادة طبعا في كاميرات سوني الحديثة نظام الفوكس تتبع العين والوجه موجود في هذه الكاميرا بأداء خارق ومميز كعادة. صراحة تركيز الفوكس على العين مبدع في سوني، وهنا أنا أشوفه جدا مميز. طبعا اللي يعرفني يعرف أن أنا أستخدم كاميرا سوني فول فريم A7C، ولكن اقتنيت هذه الكاميرا بكل أمانة على أساس أني أنا أحتاجها في السفر. جربتها بشكل سريع كذا، جربت الفوكس، أداء الفوكس خرافي سواء في الصور إذا تبي تصور فوتو أو حاب تصور فيديو، أداء الفوكس تحديده على الوجه والعين قوي جدا صراحة في هذه الكاميرا. لو نجي هنا نشوف فوق عندنا هنا، خلي بس الفوكس يلقط. أوكي، هنا شايفين هذا المايك المدمج في الكاميرا، 3 مايكات مدمجة. راح نجرب بعد شوي الصوت ونشوف كواليتي الصورة برضو في الفيديو اليوم، لكن عاجبني أداء الصوت جدا جدا مميز. نشوف عندنا هنا زر التصوير برضو، نشوف زر التصوير هنا نقدر نضغطه، ما يحتاج انك تضغط زر ثاني، يعني هذا الزر اذا ضغطته خلاص يبدأ تصوير. طبعا في شغلة حلوة انا عجبتني، اذا ضغطت زر التصوير وبدأت التصوير
راح تنور معي هنا اللمبة الحمراء إذا شايفين. أوكي إن شاء الله الفوكس يكون مسك معي. هنا توضح لك، لأنه بصراحة أنا من الناس اللي دائما كنت أصور فجأة بعد ما خلص تصوير ألقني ما صورت شيء، لأنه ما في شيء يوضح معي إن أنا كنت أصور أو لا. الله يستر لا يكون أنا الآن قاعد أصور ومضغط زر التسجيل. ولكن صراحة هذه ميزة، صح إن ممكن البعض ما يهتم فيها، ولكن أنا من المستخدمين اللي تهمني كثير هذه النقطة، لأنها هتفرق معي كثير خلال التصوير. وهنا لما أقول تفرق معي معناه إنه أنا ما أشيل هم أنا قاعد أصور أو لا، فخلاص عندي هذه النقطة الحمراء تبين معي إن أنا شغال تسجيل فيديو. حتى الكاميرا أحيانًا ترى تطفي من البطارية أو شيء، أحيانًا تتكلم ما تدري إنه طفت، فعشان كذا أقولك النقطة الحمراء هذه هتفرق معك. الشيء الجميل هنا في الكاميرا برضو عندنا هنا زر، خلي الفوكس يلقط هنا زر البوكيه إذا شايفينه. هذا الزر يتيح لي إذا حاب أعزل الخلفية أو لا. والعزل هنا يعني ما هو عزل حقيقي، ما هو اصطناعي أو زي مثلا كاميرات الجوال، لا العزل هنا حقيقي. عندي هنا برضو في البعد البؤري أسوي زوم أو وايد. بالنسبة للمنافذ اللي موجودة في الكاميرا عندنا 3 منافذ، منفذ للمايك ومنفذ كذلك للشاحن التايب سي، ومنفذ للـ HD إذا حاب تركب شاشة خارجية زي أنا الآن قاعد مركب شاشة خارجية أصور من خلالها. إذا حاب في إمكانية هنا، كنت صراحة أتمنى بدل منفذ للـ HD منفذ للسماعة، كان إفرق. أنا أتوقع أغلب صناع المحتوى يتفقوا معي منفذ السماعة أهم من منفذ الـ HD. ما أدري إذا تتفقوا معي، أنا أشوف هذه صراحة سلبية، أو كانوا أضافوا لنا منفذ للسماعة لأنه مهم صراحة الصوت في الفيديوهات أهم صراحة كثير لصناع المحتوى. ولكن هنا في هذه الكاميرا للأسف ما هو متوفر منفذ الصوت. طبعا من تحت هنا عندنا منفذ البطارية ومنفذ الميموري بهذا الشكل، إن شاء الله يكون باين طالع معانا. بالنسبة للبطارية هذه هو شكل البطارية، بطارية صغيرة. إذا كنت تفكر تشتري هذه الكاميرا حط في بالك أقل شيء تأخذ بطارية إضافية. البطارية اللي موجودة أداها ضعيف جدا، ممكن خلال تصوير 30 دقيقة أو أقل. إذا كنت مثلا تصور 4K ممكن يأخذ معك وقت أقل، ما راح تجمل معك البطارية، فلازم على الأقل يكون معك بطارية إضافية. أنا للأمانة أخذت بطاريتين إضافية مع هذه البطارية بحيث أنه أكون مكتفي من خلال البطاريات. ميزة جميلة موجودة برضو إذا كنا بما أننا نتكلم على البطارية، أنه نقدر نصور ونشحن الكاميرا في نفس الوقت من خلال منفذ التايب سي. إذا كان معك مثلا باور بانك تشبك الشاحن هنا وتستمر في التصوير، هذه ميزة. ولكن لازلت أقول لك إذا كنت تفكر تشتري هذه الكاميرا لابد يكون معك على الأقل بطارية واحدة. إضافة موجودة كذلك في الكاميرا وهي ميزة تنعيم البشرة، أتوقع أنه هذه موجهة لفئة النساء، ما أتوقع أنت كشاب راح تحتاج أنك تسوي تنعيم البشرة. وبأمانة أنا من تجربتي يعني من هذه الأداة، تنعيم البشرة في هذه الكاميرا يعني يعدم الملامح، يعني ما حتكون في ملامح. حل إذا كنت أو كنت حابة تستخدمي التنعيم هذا بشكل بسيط، يعني هو في درجات، إما نوقفه أو تكون درجة متوسطة أو عالية. العالية خذوا مني راح تنمحي الملامح، ولا تفكروا تستخدموا الدرجة العالية بصراحة راح يكون شكلكم غلط فيها. وجهة نظري يعني، أنا أدري ملقوف لكن وجهة نظري. راح نجرب الحين المايك المدمج في الكاميرا، وراح نجرب أداء الكاميرا أو تصوير الكاميرا بال4K وتأخذوا انطباع عنها، وكذلك نستعرض بعض الفيديوهات والصور. في ميزة إضافية بس قبل ما نختم هنا، أنه الكاميرا تدعم التصوير بالإسلوج، يعني عيش حياتك في التلوين. إذا كنت من الناس اللي تحب التلوين للفيديوهات فهنا خيار جدا ممتاز وتقدر تستمتع بهذا الموضوع. الآن خلونا نروح نشوف تجربة للكاميرا بال4K وأداء المايك المدمج في الكاميرا. الآن أنا قاعد أصور لكم من كاميرا السوني ZV-1 من خلال كواليتي ال4K أو جودة ال4K، وأتكلم برضو تسمع الصوت من خلال المايك المدمج في الكاميرا. فما أدري إيش رأيكم في أداء الصوت المدمج. أنا بصراحة من الناس اللي دائما أرفض أنك تصور من مايك مدمج في الكاميرا، بس قولوا لي إيش رأيكم، أحيانا تكون منحدة على المايك المدمج وكيف كواليتي الصورة. حبيبي نواف من بعدك طبعا مصور أنت ما شاء الله تبارك الرحمن يعني، لكن أنا كانون بس اليوم من شفت السوني هذه ما شاء الله تبارك الرحمن، من سحب الألوان، سرعة الفوكس، فريمات ما شاء الله تبارك الرحمن الألف، يعني هذا شيء ولا على حجمه، يعني شوف حجمه تقول هذه عادية جدا لكن تعطي أداء
جبار خرافي، ممتاز مرة ممتاز صراحة، تقييمي منها 10/10 ممتازة. تشوفها خيار أول لفلوقات السفر؟ أكيد، حتى ولا ثقيلة معك، تروح حاجة خفيفة ولا ملفتة برضه، وتعطي أداء، هو الأهم كل الأداء، بس إني أنا أبغى أداء. شكرا مصباح حبيبي، نواف الله يعطيك العافية حبيبي. اليوم تقريبا لنا ساعتين جالسين نجرب الكاميرا. نواف اقل من ساعتين، اقل من ساعتين تقريبا. نواف اول ما اشترى الكاميرا هذه انا كنت ضده صراحه، كنت تقول له صور بالجوال. نواف معاه ايفون 13 برو، اقول له ترى برقبت الكاميرا هذه. اليوم ترى لما جربناها غيرت رايي مره، 1000 فريم فوكس سريع للمنتجات، يسوي لك شو على طول، اسلوق و... يا اخي كلها ترى قد كذا، قد الايفون تقريبا، فاقول له شكرا. فعليا باذن الله في السفر حيسوي فلوقات، انا متوقع انها حتكون رهيبه، لانه اليوم التجربه حتى صورنا فيديو بيرول. وذهلا. وبكذا يكون فيديو اليوم انتهى، اتمنى انه كان خفيف وظريف عليكم وما طولنا فيه. انا نواف، القاكم في فيديو جديد في امان الله.